صباح الخير. طبعا نشكر المنظمين وبشكرهم انه اعطوني هالمجال اني خاطب هالفئه الرائعه من المجتمعين. انا موضوعي هو وجود المراه بالخدمه العامه. اكيد انا راح اوزع موضوعي على رئاسه الجمهوريه، مجلس النيابي، مجلس الوزراء والادارات العامه. انا بتوقع بسنه 2025 يكون لنا سنتين عم نقول فخامة الرئيسة السيدة فلانة، وهالرئيسة هاي بدها تكون انتقت من المجتمع المدني، لازم تكون ناشطة تتعرف شؤون وشجون اللبنانية وشو اللي بيوجعهم. هالرئيسة بده يكون عندها مهام كتير كبيرة، والمهمة الأساسية هي إنه لبنان بلد الإنسان، بلد حفظ كرامة الإنسان والعيش السعيدة لإله. هالشي هيدا بدها تكون نفذته بإنه تفصل النيابة عن الوزارة من أجل انتظام المؤسسات، ومن أجل إنه يكون في فعلا رقابة من المجلس على عمل المجلس الوزراء. بعدين بده يكون في شيء كمان اسمه استقلالية القضاء. كلنا بنعرف وكلنا بنشكي من انه القضاء بيتعرض دائما لاتصالات هاتفية من متنفذين بصير اللي معه حق عليه حق والعكس هو الصحيح، فما في مواطن بيقدر ياخذ حقه من القضاء، وهالشيء هيدا عم بيأثر على ولاء المواطن لا وطنه، عم بيصير ولائه لمن هو قادر انه يعطيه حقه، يعني عم بيصير زعيم القبيله هو الولاء له، بينما نحن مطلوب منا انه يكون ولائنا لوطننا. بيرجع كمان هالرئيسه بدها تعمل تنميه اقتصاديه مهمه لحتى يصفي الفرد اللبناني يلي بده يسافر يكون رايح يعمل سياحه او زياره، مش ضابب شنطه ورايح يشتغل برا. نحن بدنا نستعيد شبابنا وبدنا نستعيد طاقاتنا من الخارج، وهالشيء هيدا ضروره حتميه لاستمرار لبنان. نرجع اذا بدنا نجي على مجلس النواب، رح يكون عندنا كمان 64 مرأة و64 رجل، رح يكون عندنا 50% نساء. هالنساء بالمجلس النيابي رح يشتغلوا كمان لعدة قضايا بتهم المرأة. القضية الأولى بنكون حصلنا على الكوتا، ما بيلزم نعود نطالب فيها ولأنها كمان بتكون مرحلية. القضية الثانية هي تأمين المساواة بين المرأة والرجل لناحية أعطاء الجنسية. إذا نحن مش عاجبنا إنه المرأة تعطي الجنسية لأسباب وأسباب وكلها واهية، خلينا نطبق هالشيء على الرجل كمان، هو مثل ما هي ما بتقدر تعطي جنسيتها، الرجل مش مفروض يعطي جنسية. بدنا نحكي كمان بقانون الأحوال الشخصية، طالما قانون الأحوال الشخصية هو مذهبي فيعني الأكيد إنه هو ضد المرأة ويحابي الرجل. بدنا قانون أحوال شخصية مدني يسري على الجميع. نرجع نحكي عن مجلس الوزراء. مجلس الوزراء كمان لازم يكون 50% نساء 50% رجال. بقدر بشوف أنا وزيرة السياحة مش بالأول عم تعمل مهرجانات اللي هي ضرورة، المهرجانات هي للفرح، هي للتنمية، هي لنبض الحياة في وطننا، لكن أنا بقدر بشوفها بالأول عم بتجيب شرطة سياحية مسؤولة، شرطة سياحية منظمة، شرطة سياحية يرتاح لها المواطن، يرتاح لها السائح، يلي بيجي على بلدنا يحس حاله إنه إذا اشتكى في مين يسمع له، وفي مين مرتب رح يرد عليه، وبعدين بتكفي. بقدر شوفها وزيرة صحة، بقدر شوفها عم تعتني بكل مفاصل الصحة للإنسان اللبناني. بقدر شوفها وزير الدفاع، بقدر شوفها بكل أماكن بكل الوزارات، وطبعاً طبعاً بقدر شوفها وزيرة شؤون المرأة كمان. إذا بدنا نروح على الإدارات العامة،
بالإدارات العامة وقت اللي بيصير في عنا 30% وما فوق مرأة بيصير حكي بالأول وزير الصحة على الرشوة، ما بعود حدا في لزوم يرشي حدا، بتصير الأمور منا لحالة تتنفذ، بصير إذا أجا المواطن بيلاقي وجه بشوش يستقبله ومكتب نظيف ومرتب يقعد فيه وينتظر مش على الباب ويلتقى مين يتمقطع فيه، بيلتقى في قلب كبير وقلب حنون عم بيساعده على إنه ينجز معاملاته وعم يتعاطف معه وعم بيركض معه من دايرة لدايرة، رح بيكون الفرق كتير كبير، وإذا مش مصدقين جربوا وتشوفوا. نحن إذا عم نطالب وعم نشوف لبنان بال 2025 في عدالة اجتماعية وفي مشاركة فعلة للمرأة، لأنه نحن منشوف إنه لبنان بينهض بجناحين، صحيح الجناحين كانوا يقولوا عنه لبنان المغترب ولبنان المقيم، لا هو المرأة والرجل سواء مغتربة أو سواء مقيمة. نحن بيعنينا إنه كل جهد وكل طاقة عطينا إياها الله نحطها بخدمة وتصرف لبنان، نحطها بخدمة الإنسان، نحطها بخدمة وجهنا الأجمل والأهم، وجه لبنان القادر، وجه لبنان المتمكن، وجه لبنان المثقف والراقي. نحن مشان هيك عم نطالب إنه كل القوى كل الطاقات تنوضع بخدمة لبنان، وأكيد بال 2025 لابد إنه نشوف حالنا ماشيين بهالاتجاه. بشكركم.